الخير، البوصلة أول حلقات الأسبوع. في حاجة بتبقى دايماً قدرية كده، إنه بيسموه في الفلسفة تلاقي الضرورات. إن الواقع دايماً، أنا متعود على كده من زمان، من أول برنامج قدمته، إن الواقع دايماً يبقى في السياق اللي أنا بشرحه أو مهتم بيه، الواقع يؤيدني. ممكن يبقى واقع مؤلم كالعادة، لكنه كويس في سبيل تبيان الفكرة أو الخلاص منها. فلو تلاحظوا من أول ما أنا يعني مركز على موضوع الإرهاب كحالة وحلول وجبنا الحاجات، ودلوقتي بنقول الحلول اللي أنا بشوفها وفكرتي مشروعي سميها زي ما تسميها، وقلت الأسبوع اللي فات الإرهاب هي مستمر معانا، حصل عملية جديدة في سيناء، تكلمنا عن تكوين العقلية الإرهابية وإن هذه الكتب نصا هي التي تحوله. شفتوا أنتوا البرنامج اللي أنا أشرت ليه، صناعة الموت، لما جابوا عائلة المنفذ هجوم المستشفى السرطان. بعدين الأسبوع اللي فات من أيام إرهاب تاني في سيناء، وده مش تقصير أبدا أمني، لأنه احنا قلنا ده اللي هيحصل طالما خط الإنتاج شغال. وبعدين من أسبوع برضو أو من 5 أيام في باريس، الحقيقة في الأول ارتحت، يعني قلت يعني كان أول حاجة طلعت من الشرطة الفرنسية إنه مش إرهاب، فقلت مرة من نفسنا يعني واحد مجنون مختل أي حاجة. وما فيش ساعتين ولقينا يعني قال لك هو كان يعني من 10 سنوات مش مسلم، بعدين بقى مسلم، يعني ما فيش حل، وبيتبع أفكار متطرفة وبدأوا يحققوا هو سمع فين. أنا هقرأ لكم ده بعد شوية أو يمكن في آخر الحلقة، عشان في لقطة برضو مهمة في الحكاية دي، التحول بالظبط زي اللي كنا بنقوله من 10 أيام. فهو مسلم بقى له 10 سنوات، المفترض واحد فرنسي أصلي، ها، دخل الإسلام، يدخل بقى لمنظومة قيم، أكيد شاف في الإسلام حاجة غير اللي هو عايشه، يعني حتى لو الواقع مش الدين ممكن يكون لا ديني. فاختياره إنما يدخل الإسلام فيتحول لإرهابي قاتل زميله بالغدر والغيلة بيسموها في اللغة العربية، قتلهم بالسكينة وبعدين تبادلوا مش عارف إيه، فهو كمان مات. فهقول لكم بس الشرطة الفرنسية بتقول التحول إزاي حصل كالعادة، نفس الكلام اللي بنقوله. وبعدين نكمل النقط بتاعتنا، احنا هفكركم بالخمس نقط على السريع، لكن ولسه في نقطتين او ثلاثة مهمين جدا. ده المشروع اللي انا بقدمه، كيف نواجه الارهاب بشكل حالي فوري، من حلول اكاديمية لحلول مجتمعية لحلول من الدولة، اي دولة، مصر او غيرها. بس في لقطة كمان هتساعد في النقطة اللي انا كنت هبتدي فيها النهاردة، يعني اللي هي انا بسميها الاسم العام ليها المناخ العام، المناخ الفكري اللي بيساعد كل الخمس نقط اللي متابع معانا اللي انا قلتهم الاسابيع اللي فاتت او الاسبوع بالذات اللي فات. في المناخ العام دي كنت هتكلم عن فكره تسويق الخلافه وما الى ذلك، انها شيء عظيم وجميل وبتاع، لان ده جزء لا يتجزأ حتى لو بنحكي عليها كتاريخ. يعني انا قلت لكم الشيخ المؤسسه دلوقتي او الشيوخ الرسميين في الوطن العربي ما بقوش يقولوا بقى يا رب الخلافه ترجع، بدأوا يفهموا الكارثه وبدأوا يسمعوا كلام علي عبد الرازق اللي هم زمان كفروه. بس مش ده الموضوع، حتى الكلام عليها كماضي، الاخوه الحكائين فاكرينهم اللي طلعوا من 10 سنين ولا من 15 سنه، الحكائين اللي هم بتوع بيسموهم الدعاه الجدد دول، يعني اللي هي بقى الروايات، وشفت الصحابي اللي عمل مش عارف ايه والحكايات اللطيفه دي، وده قطع روس، شوف البطل العظيم. حكايات الخلافة ما بعد حتى الصحابة وصولا النهاردة على أنها زمان العزة وسقوط الخلافة الإسلامية والحاجات دي، حتى ده كمناخ عام طبعا هشرح دلوقتي بتفصيل، بيغذي تكوين الأخ التاني اللي احنا شرحنا قبل أسبوعين إزاي بالحرف بيتكون ويتحول، والواقع بيصدق كلامي إذا كان في اللي عمل معهد السرطان ولا بتاع فرنسا ولا أي حد، لأني مش محتاجة عبقرية. بس فيها نقطة دايما اللي بتنكر الكتب دي، أيوة القديمة اللي هي من القرون الأولى وابن تيمية القرن السابع، يعني 7 قرون دول هم الخلاصة يحولوك تماما.
ففي السياق ده اللي انا هشرحه النهارده وبكره في حاجه لقطه بيسموها ايه اللقطه. من يومين ثلاثه الاربع يعني من 4 ايام اردوغان او اردوغان بالتركي قرر يعمل عمليه اسمها نبع السلام. عادي عادي سيبك من الاسماء ما خلاص احنا فهمنا بقى، عشان مش عارف يحمي جنوب تركيا من ممر ارهابي عند اي كلام. الخلاصه دخول بلد مستقل عربي وعظيم وجزء لا يتجزا من مصر اسمه سوريا، وبلد ما عملش تركيا حاجه بالمناسبه، يعني يكفي ما هو فيه وانهك فيه بقاله سنوات. ماشي كده كده احنا مع سوريا قلبا وقالبا، دولة موحدة ما فيهاش أي تقسيمات ولا إثنيات يعني عرقيات، لا عرب ولا أكراد ولا كل واحد. بلد نعرفها كويس ورئيسها اسمه بشار الأسد. ما نعرفش غير كده. برضو مش دي اللقطة. كده كده أردوغان هيطرد وهياخد على دماغه عادي جدا ومش يعني الموضوع ده منتهي يعني. ومصر أدانت تماما الفعل الإرهابي بتاع كبير الإرهابيين. اللقطة فين بقى؟ الباشا عشان أعرفكم بس أنا كتبت حتى ده تاريخك كله يا فندم وحكاية الخلافة كلها بدل ما نشرح بقى وأتعب، يعني بص السياق قد إيه بيأيدنا، هديك سطر هو فيه خلاصة فتفهم ليه الخلافة هي اللي في النهاية بتعمل لك أو تسويق الفكرة هي اللي بتعمل لك داعش وأخواتها. هنشوف تويتة هو كتبها الباشا يوم الأربعاء على حسابه الرسمي الأربعاء اللي فات. أستاذ أردوغان بصوا بقى كاتب ايه عن الجيش اللي رايح. اقبل يبوس يعني كافه افراد، حطوا بقى بين قوسين كده، الجيش المحمدي. ركز. الابطال المشاركين في عمليه نبع السلام من جباههم من القوره بيسموها في الشام عند اللبنانيين الصنديحه. واتمنى النجاح والتوفيق لهم ولكافه العناصر المحليه الداعمه اللي هم الخونه يعني. ما شاء الله. والتي تقف جنبا الى جنب مع تركيا في هذه العمليه. بصوا بقى اللقطه الثانيه، وفقكم الله وكان في عونكم. شوف بقى اللقطه فين حضرتك؟ في ناس انا كتبت ان الجيش المحمدي ده ما فيش ادنى كلام ان هو الباشا مسميه نسبه الى النبي محمد وده من زمان. ففي بعض ازيال او ذيول تركيا قال لك لا ده هو نسبة إلى محمد الفاتح مش قصده سيدنا محمد. طب هو محمد الفاتح ده سموه محمد الفاتح نسبة إلى مين أصلا؟ يعني أنا همشي معاك مع إن ده غلط. يعني محمد الفاتح ده تسمى مثلا نسبة إلى أنطونيوس الأول؟ أنت فاهم؟ هم عارفين لازقين الاسم في مين؟ في اللي هو بريء من ده كله اللي هو النبي بقى. وإحنا قلنا زمان إن محمد الفاتح الأصل إن إحنا نسميه إعادة تعريف الأمور زي ما قلنا كده، الغزو العثماني بقى لنا سنتين ثلاثة في المكاتبات الرسمية وفي مدارس الولاد في الكتب. السعودية عملت كده من 3 شهور. فبما إننا بنعيد تعريف التاريخ الأسود اللي إحنا كنا مضحوك فيه علينا فلازم نسميه محمد الغازي باللغة العربية، لازم الغين تضخم كده، أو الغازي يعني. محمد الغازي. لأنه كان قاتل، سفاح، غازي، مغتصب، بيخطف النساء، بيبيح الدماء في كل بلاد اللي دخلها. فكل ما تزداد الرقعة رقعة باطلة ظالمة فاجرة يقول لك ده بيفتح باسم الإسلام. طبعا أصلا اسم الفتح كذبة كبرى، لأن أنا قلت لكم شوفوا بالظبط السياق بتاعنا من أسبوعين والاسبوع اللي فات كمان في نقطه من النقط قلتها، انه انتحال صفه زي كده زي قلت لكم ساعتها اللي يقول انا ظابط وهو مثلا ميكانيكي. لانه انا فتح مكه ده موضوع ان فتحنا لك فتحا مبينا لم يرق فيه دماء، مخصوص كلمه الفتح باسم الرسول بوجوده بهذه اللحظه الزمنيه. انما انا اقتل واسبي واغتصب واذبح واحرق واسميه فتح اسلامي دي الكارثه. بس الكارثه مش بتاعت النهارده، ده في خلال اللي هقوله النهارده سبحان الله على موضوع تسويق فكره الخلافه. دي كارثه بقى لها بقى 1400 سنه يا فندم. ليه يا فندم؟
لأن أنا اللي أعرفه أن الحروب، ركز عشان ده جزء من كلامنا خلاص، يعني هنفضل مع الحاج أردوغان بس إيه هروح واجيله بقى لأن إحنا عايزين الكلام الأصلي. أنا اللي أعرفه الواضح في التاريخ اللي نعرفه أن الإسلام ملوش علاقة بتاريخ المسلمين. يعني الإسلام شيء وتاريخ المسلمين من بعد وفاة الرسول ب 15 دقيقة شيء تاني. يعني يتنازلوا بقى في الدرجات، ما عنديش مشكلة طبعا، هما مش سواء الصحابة، وحتى الصحابة يتفاضلوا، ما فيش حاجة اسمها القرآن هو اللي فضلهم مش أنا. نرجع للموضوع. فكبار الصحابة بعد الرسول وإن كانوا طبعا أفاضل وأسيادنا اللي هم الأربعة الكبار حتى علي، اتخذوا بعض القرارات أو شافوا بعض الرؤى ولو اختلفوا بينهم في النهاية لهم مقامهم. لكن من بعد الأربعة تنازلا بقى، يعني حتى فكرة أنه يعني لصيق وثيق الصلة بالرسول، أنه ممكن القرار اللي كان خده أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي يكون فيه كده جزء مما تعلمه، يعني في كرامة كبيرة لأي حد. لكن من بعد علي بن أبي طالب، يعني من غير تحديد بقى، مش واخد بالي فين، قرارات بشرية 100%. طيب القرارات البشرية 100% دي اتحسبت على الإسلام ولا المسلمين؟ أنهي واحد؟ لو اتحسبت على الإسلام ده غلط فاحش احنا بنمارسه، لو اتحسبت على المسلمين ده إعادة التعريف بقى اللي احنا عايزينه، انه ده مش تاريخ الإسلام. ماله الإسلام؟ تاريخ الإسلام اللي هو وجود النبي محمد 23 سنة فقط، انما ما بعد النبي وما بعد حتى الأربعة الكبار ما لناش دعوة، ما نعرفوش، كل واحد يتحاسب على اللي عمله. ليه انا بقول لكم كده؟ عشان الكلام اللي كاتبه الحاج اردوغان جزء لا يتجزأ من هذا التدليس اللي اسمه الفتوحات اللي هي غزوات، وانها باسم الاسلام، وانها الخلافه الاسلاميه. الكذب ده كله وكل تاريخك، وهشرح ليه، وتسويق فكره الخلافه اتلخص في السطر اللي كاتبه اردوغان مجرم الحرب، زي ما الهاشتاج يعني منتشر بقاله ايام، اللي بيدخل البلاد المستقلة بلا سبب. هطلع فاصل ده وارجع.